بوجه رسالة تهنئة لحكام الدولة بعيد الاتحاد ومستمرين ومتحدين وإلى الأمام مع بعض كلنا. بداية بسيطة جدا، انتقلت من مصر على الإمارات ببحث عن عمل كأي شاب. حصلت وظيفة بشركة كارتل بالشارقة، بدايتي كانت بإمارة الشارقة بالإمارات. اشتغلت سنتين، اكتسبت خبرات، ثم انتقلت لإمارة الفجيرة. اشتغلت برضو بشركة بالفجيرة معروفة كبيرة لمدة 3 سنين معهم. احترفت عمل المقاولات، صرت اقدر اعتمد على نفسي ان ادير البيزنس بنفسي. من هنا جت الفكره اني انشئ شركه الشديد لمقاولات البناء بمساعده اخويا احمد. اخويا الكبير موجود عندي هنا بالبلد. ابتدينا مع بعض الشركه ايد بايد، يعني بناخد شغل بسيط ننفذه، اعمال بسيطه بجانب وظيفتنا في شركتنا اللي احنا شغالين فيها، لحد ما استقرينا للشركة بتاعتنا الشديد لمقاولات البناء ان احنا نقدر ناخد مشاريع كاملة وننفذها بإدارة كاملة باسم الشركة. ومن هنا ابتدت انطلاق العمل. الحقيقة الصعوبات ان احنا مقاولات، العميل عشان ياخد ثقة انه يدي الشركة دي المشروع مثلا تبنيه ويثق فيها مشروع بمبلغ معين بتاعه، لازم يكون في سابقة اعمال للشركة، ثقة في الاستاف الموجود مهندسين وعمال. فالثقة دي بيكتسبها العميل من الإحسان في العمل وجودة العمل، الإتقان والكواليتي والحاجات دي. فمع الوقت، يعني احنا بدأنا الشركة بأعمال صغيرة، من الأعمال دي ابتدينا نكتسب ثقة الناس والعملاء لحد ما خدنا أول مشروع على اسم الشركة من مواطن عزيز وثق فينا وادانا المشروع. ابتدينا ان احنا ننفذه له بطريقه كواليتي عالي وبنظام. بس من بعده ابتدينا ناخد مشاريع تانية، ابتدت الثقه تزداد في الشركه، ومن هنا ابتدى البيزنس يتعمل. سجلنا مثلا في وزاره البنيه، تطوير البنيه التحتيه، سجلنا في وزاره الاوقاف، اخذنا مشروع من وزاره الاوقاف. بس وابتدى الاستمرار بقى. الفكره بتيجي من يعني خلاص اكتسبنا الخبرات ان احنا نقدر نعتمد على نفسنا في المجال ده. فما في داعي ان انا اشتغل موظف خلاص في شركة، اقدر انا ادير العمل بنفسي، عندي مقومات والبلد موفره لي المناخ المناسب للاستثمار. فبتبقى فكره بسيطه بس الحلم كبير. بنبدا بحاجه بسيطه وبنمشي فيها وربنا بيسهل بقى، بناخد مشاريع بناخد شغل. طبعا من الخبرات اللي انا اشتغلت فيها في الشركات الكبيره اللي قبل كده، اللي قبل الشديد، اخدت واستفدت منهم كتير وتعلمت منهم. كان سر النجاح دايما في الكواليتي، السمعه، يعني الاسم. الشركه الفلانيه معروفه ان الكواليتي بتاعهم في الشغل جيد جدا، فخلاص الشركه دي بتنجح بالاسم بتاعها ماشي على كده. شركه تانية في سرعه الاداء، ان هم بينجزوا الاعمال بشكل سريع. فان انت تربط الجوده العاليه وسرعه التنفيذ، تربط الامور دي ببعض، دي كانت القواعد بتاعتنا. ومشينا على هذا الاساس وربنا اكرمنا ومشينا ونجحنا. المنافسه كانت شديده، فعشان كده احنا فتحنا الشديد لمقاولات. كان في يعني في شركات كبيره عاليه بتاخد مشاريع عملاقه وضخمه، وشركات كتير اللي هي زي حالتنا بتاخد بقى مشاريع الفيلل السكنيه، المساجد، اللي هي الشركات اللي هي تعتبر متوسطه لصغيره. فمنتشرين جدا، فمنافسة عالية. طبعا يعني بيكون المنافسة في الأسعار، منافسة في سرعة التنفيذ. فأنت بتدخل السوق في منافسة، في مستثمرين كتير، البلد موفرة جميع أنواع الاستثمار وجميع أنواع العمل. صح. يعني شركة صغيرة مثلا، يعني أنا مثلا في الأول كنت باخد شغل جزء من المشروع أنفذه، مثلا بند أعمال من أعمال مقاولات، مثلا بند النجارة
كنت ببدأ مثلا بالبند ده. دلوقتي انا عندي مشاريع، في شركات صغيرة انا بديهم بند من الشغل اللي عندي لان انا عندي مشاريع، وهكذا. وهي يعني دايرة لحد ما الشركة تقدر تكبر وتاخد مشروع كامل تنفذه. طبعا احنا الموظفين هم يعني عمود الشركة، هم الاساس الشركة. فبننتقل الموظفين يعني بطريقة، لازم يكون اكتف، لازم يكون عنده طموح. يعني مثلا عندنا مهندسين، عندنا 2 مهندسين في الشركة. المهندس بيتم اختياره مش بس انه جاي يكون موظف يقضي دوام وخلاص ويروح ينام، لا، عندي موظف لازم يكون عنده طموح، عايزه بيجي في المقابلة في الانترفيو ان هو عايزه يقعد مكاني بعد كام سنة يبقى هو مدير للشركة. بيتم انتقاهم على كده. بالنسبة للعمالة، العمالة البلد موفر لنا جميع الجنسيات موجودة، بيتم اختبارهم في بلادهم وبيتم اختبارهم هنا كمان لما بيجوا. الكواليتي بتاعهم كويس، انتاجاتهم سريعة، بيتم توظيفهم على طول. توجهاتكم المستقبلية لأين سوف تكون؟ احنا يعني أحلامنا بعيدة، نفسنا نعمر في البلد ونبني مشاريع وطنية كمان للبلد هنا. بس ربنا يسهل، احنا بنكبر كل مدى، كلهم بنكبر، بنزود الموظفين، بنكبر الشركة، وعلى أمل نوصل لأعلى حاجة. ما عندنا سقف يعني. أول نجاح إن أنا أمضي عقد أول مشروع، إن يكون في شخص يثق في شركة الشديد إن هي تشيد وتبني المسكن بتاعه. فده كان أول نجاح. استمرار النجاح هو ده بقى الجهد الكبير، إن أنا فعلا إن العميل بتاعي ما يجيش في يوم يندم إنه يشتغل مع الشركة. لا، ده أنا عندي العميل ده ثقته وإعجابه بالشغل. مثلا في عميل تاني قريبه وصديقه ابتدى ان هو يجيب لي اشخاص، الناس دي الشركه دي بتشتغل كويس، بتراعي اصول الصناعه وتنفيذ المشاريع، فبنبتدي ان احنا ناخد شغل تاني. الاستمراريه بقى على هذا هو ده النجاح. احنا وصلنا لمشاريع مع وزاره الاوقاف، عملنا مسجد مع وزاره الاوقاف كامل، وعملنا فيلل في مدينة كلبة ومدينة الفجيرة ومدينة خورفكان. ده نطاق عملنا يعني. إمارة الفجيرة وإمارة الشرق بناخد منها مدينة خورفكان ومدينة كلبة. فدول دي المشاريع اللي نفذناها. وفي مشاريع معانا مع دائرة الأشغال برضو، إضافات على مساكن. طبعا الحمل بيزيد، المسؤوليه بتزيد، التليفون ما تقدرش تخليه مثلا بعيد عنك، لازم ممكن في اي لحظه يجي لك تليفون مهم، اي شيء يحصل عندك في المواقع، فبتبقى في حاله تاهب 24 ساعه، مش من ده الصباح. خلال ال 24 ساعه تعتبر انت قائم على العمل، انت المسؤول، كله متعلق بيك يعني في الشركه. طبعا بنشكر الموظفين، بيتحملوا طبعا مسؤوليه كبيره، بيشيلوا العبء من علينا، واحنا بنسعى في يعني حاليا انا تسويقي اكتر، بحاول اجيب مشاريع جديده، وعندي مدير للمشاريع هو بينفذ المشاريع حاليا طبعا على نفس النهج اللي احنا بدانا بيه، الجوده وسرعه التنفيذ والامور دي. بس طبعا بيبقى الهم اكبر. صحيح. طبعا السلعه على كل انسان يضع بصمة التميز، انت ذكرت الجوده والاتقان والسرعه والاحسن طبعا، ولكن هناك دائما بصمة التميز تميز شركه الشديد مقاومه بناء عن باقي الشركات المنافسه. احنا بيميزنا الاحسان في العمل. في ناس بتقول هي بتتعمل كده، هي كله بيعمل كده. لا، احنا مش بنعمل الموضوع ده، احنا مش ماشيين على موضوع كله، احنا بنعمل اصول الصناعه الصحيح والاحسان، بنحسن في اللي احنا بنعمله. يعني لو في حاجه بتتعمل احسن بنعمل، بس بدل ده يميزنا عن غيره. نعمة الأمن والأمان تعني سر النجاح بالنسبة لي.
لان انا بدخل البيزنس مش خايف من امور النصب، من امور الاحتيال، من في امن وامان، في قبضه امنيه ممتازه محترمه. كمان العمل الحكومي، الحكومه الذكيه بتوفر لي من الوقت، بتوفر لي كل الوقت. انا وانا قاعد عندي بالمكتب بطلع تاشيرات العمال، بخلص اجراءاتي في البلديه، كل الشغل مع البلديه عن طريق الاونلاين، وانا قاعد في المكتب بقدم معاملاتي، بقدم اوراقي وانا قاعد في المكتب. فطبعا الشكر للحكومه على المجهود الجبار اللي هم عملوه عشان يوفروا لنا احنا المجهود اللي كان المفروض نبذله في الاجراءات. مفيش كلام شكر يكفي لاني اوصف شعوري لحكام الدوله. وكمان انا عايز اضيف حاجه، القوانين بدوله الامارات محطوطه باحترافيه. يعني لو انت مثلا كشخص عادي لا تفهم بالقانون ولا شيء، لو فكرت بس تفكر بالاحتياجك الشخصي بتلاقي القوانين مناسبه جدا للمنطق. ما فيش حاجه صعبه، ما فيش حاجه، كلها امور. يعني اللي حاطط القوانين تحس ان هو مشاركك في العمل، هو عارف انت عايز ايه، فبيوفر لك البيئه المناسبه للعمل اللي تشتغل فيه. فطبعا انا بشكر حكام الدوله وبشكر شيوخنا العظام على مجهوداتهم الجباره في توفير الامن والامان. بوجه رساله تهنئه لحكام الدوله بعيد الاتحاد، ومستمرين ومتحدين والى الامام مع بعض كلنا، وبلدنا التاني الامارات، وبهنيهم بعيدهم، عيد الوطني يوم 2/12 ان شاء الله الجاي. والف شكر ليهم طبعا لاحتضاننا هنا في بلدنا التاني لدوله الامارات. طبعا استاذ علاء اسامه، انت من الجيل الصاعد، من جيل الشباب القادم، من جيل البناء، ما هي رسالتك الى الشباب الجيل الصاعد؟ الشباب احب اقول لهم لما يكون عندك فكره ما تخليش حد جنبك سلبي ياثر عليك. ابدا فكرتك، الفشل فيها كبدايه مش ما يعتبرش فشل. لازم تبدا وتغلط هتتعلم، واستمر. اهم حاجه يكون عندك اخلاص للشيء اللي انت بتعمله، اخلص لهدفك ولحلمك لازم بتوصل. انا دايما اخويا الكبير يقول لي كل شاب على قد حلمه. اذا حلمك تشتري سياره بتشتري سياره، اذا حلمك تشتري بيت بتبني بيت او بتشتري بيت، فكل واحد على قد حلمه. فانت احلم بدون سقف للحلم بتاعك، احلم على قد ما تقدر واخلص الحلم ده، ولازم ربنا بيوفقك وبتوصل لحلمك. اهم حاجه الاخلاص اللي انت بتعمله. طبعا حب العمل ايضا، حب العمل طبعا، حب العمل بيجي من الاخلاص، اخلاص لهدفك والحلم. اهم حاجه الاخلاص، انا مخلص للشيء ده وعايزه ينجح وعايزه يوصل لاعلى درجه، لازم بيوصل. ماذا تنصحهم بتوجه الامارات العربيه المتحده؟ بتوجه الحكومه كدوله ولا توجه الشباب الى الامارات؟ توجه الشباب الى الامارات من الخارج. الشباب من الخارج اقول لهم ان البلد هنا فاتحه مجال العمل بشتى انواع العمل، مش شرط مجال المقاولات، في جميع المجالات، كل المجالات متاحه، السوق مفتوح، البيزنس مفتوح، سواء استثمار او عمل وظيفي بتحصل. كل اللي بيجي هنا بيشتغل وبيحصل وبيعيش في امن وامان والامور طيبه. يعني البلد بترحب باي حد. جميل. طبعا استاذ علاء اسامه، في نهايه برنامجنا قبل ان يذهب الوقت، لمن توجه رساله شكر لشخص عزيز عليك كان داعم لك مسيره حياتك، كان داعم لمسيره نجاحك منذ البدايات حتى الان؟ هو بصراحه في اشخاص كتير دايما بيدعمونا، بس بالاخص اوجه شكر لاخويا احمد، دايما هو بيحطني على الطريق الصحيح، هو اللي بيوجهني لبوصله النجاح زي ما بيقول. في ناس كتير، يعني مش عايز اذكر اسماء واسيب اسماء، في ناس كتير من اهل الامارات كمان وقفوا جنبي كتير، ساعدوني على النجاح.